صباح النور. صباح النور. بعض التقاليد التي سنمر عليها اليوم، وتقليد واحد يذكرني جدا بزميلنا أمين. سنرى سويا، وأنا على يقين بأنكم ستعرفان التقليد الذي أتحدث عنه. بعض ما سنراه غريب جدا، بس قبل أن أبدأ سؤال: ما هو أغرب تقليد لفرح أو زفاف رأيتموه في أفراح حضرتموها، ولا ما مر عليكم تقليد غريب؟ بالنسبة لي ربما يعني في تقاليد مش غريبة ولكن أصبحت قديمة نوعا ما، هي وبتحدث بالكثير من الدول العربية. موضوع احنا بنقول بالفلسطيني النقوط للعريس والعروس، هي الهدايا التي تقدم، الهدايا، ولكن إذا كانت من المال ويكون هيك وضعها بطريقة سنسال يعني ويلبس بها العريس. فأنا بحس أنه هذه التقاليد أصبحت قديمة، وربما لأنه هلأ صار في حسابات بنكية ويستطيع الأشخاص وضع يعني الأموال فيها، ولكن حتى الآن هي موجودة ومتواجدة في القرى يعني بالكثير من الدول العربية. سنمر على شيء مشابه، وعلى ما أعتقد بأننا سنضع سلسلة نتحدث فيها عن التقاليد الموجودة في العالم العربي. يعني توجهنا في هذه الفقرة إلى التقاليد العالمية، وسنرى في العالم العربي بعض أغرب التقاليد إن شاء الله في الأسبوع المقبل. لنرى سويا على كل حال. صباح النور مشاهدينا. بين قفص ذهبي وآخر فروقاته كثيرة، والمشترك الأكبر هو النقلة الكبيرة في حياة الشريكين. للزواج تقاليد في كافة المجتمعات، واليوم سنستعرض عددا من أغرب تقاليد الزواج من حول العالم. وبدايتنا، وبحسب موقع وندرليست الإلكتروني، يشتهر شعب الطاجية في الصين بالبكاء في الأفراح. ليس بكاؤهم عاديا، إذ أنه يستمر إلى 30 يوما قبل يوم الفرح. ساعة بكاء في اليوم الواحد للعروس وأمها وشقيقتها وجدتها وكل نساء العائلة. أما وجهتنا التالية هي إلى كينيا، وتحديدا مع قبيلة المساي، حيث يحلق رأس العروس ويدهن بالزيت ليقدم الأب إليها ويبصق على رأسها. وفيما تعد هذه الفعلة من قلة الأدب في كافة أرجاء العالم، إلا أن قبيلة المساي تؤمن بأنها تجلب الحظ جيدا للعروس. نذهب إلى كوريا الجنوبية، وبحسب المصدر عينه، تجري طقوس ضرب أقدام العريس بعد حفل الزفاف في كوريا الجنوبية. يقوم أصدقاء العريس بإزالة حذائه وربط قدميه بحبل أو وشاح، ثم يرفعون ساقيه عن الأرض ويبدأون بضرب أخمص قدميه بعصا، إيمانا منهم بأن هذه الفعلة تقوي من عزيمة الرجل. التقليد التالي يذهب بنا إلى بولندا في تسعينيات القرن الماضي تحديدا، رقصة المال. ففيما ترقص العروس مع والدها، يعمد أحد أقاربها إلى حمل مريالة صغيرة، يقوم الضيوف الذكور بوضع المال فيها من أجل رقصة قصيرة مع العروس، والأمر عينه ينطبق على العريس، فهو مرغوم على الرقص مع الضيوف النساء ممن قدمنا المال في المريالة المذكورة. أما ختام جولتنا مع كيز ألاكاتشو، والتي تترجم باللغة العربية إلى اختطف الفتاة واهرب، تمارس على مر التاريخ في جميع أنحاء العالم تقريبا. الطقوس المعروفة أيضا باسم اختطاف العروس، الزواج عن طريق الاختطاف، أو الزواج عن طريق الأسر. إنها ممارسة يختطف فيها الرجل المرأة التي يرغب في الزواج منها. الطقوس تقام إلى اليوم في رومانيا وقرغيزستان وفي بعض الدول العربية. هذه موجودة عنا، ما أعرف إذا أنت راوية، قبلا ذهبت إلى عرس في منطقة بعلبك اللبنانية، لا تزال اليوم موجودة. يقام العرس على مدى 3 أيام، ويقوم العريس باختطاف زوجته في اليوم الثاني من الاحتفال. صحيح، ولكن صحيح. اختطاف مبلغ عنه يعني. أكيد. ولكن حتى في يعني حتى في نفس البلد، يعني كان بلبنان، كان بسوريا، كان بفلسطين، يعني هنالك عادات تختلف من منطقة إلى أخرى. صحيح. ومن طائفة أو من مذهب إلى آخر، وهذا برأيي هو مصدر غنى. صحيح. للمنطقة العربية. ولكن الطقس الأغرب هو ضرب العريس. يعني هذه الخلقة كما نقول لها بدولنا، هو عذاب. نعم. إذا تحقيق يعني أنا على كان فكرة كان أصدقائه عم يضحكوا يعني. صح. أنا تعهدت أن لا أقيم عرس زميل الأمين إلا في كوريا الجنوبية وعلى حسابي. فسنمر عليه في التلفزيون جميعا. وتقليد غريب يعني، هذه نعم. التقاليد لربما تعطي وتطفي شيئا من الجمالية على العرس.
يعني بدي أشكرك محمد على هذه الفقرة الجميلة والغنية فعلا بكل المعلومات الغريبة بالنسبة لنا. شكرا هبة، شكرا ناوية، شكرا لك. والآن سننتقل إلى أولى محطاتنا.